تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. أرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، معانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع كالعادة الأستاذ أيمن سرحيل، وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. تقدرون تتواصلون معنا مستمعين الأعزاء عبر الأرقام التالية 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم مخصصينها للعيد والتجهيزات للعيد والإجراءات الاحترازية للعيد. الحلقة اليوم بالكامل مخصصة للعيد، بما أن اليوم هو الاثنين المتخمس مستمعين الأعزاء وبنطلع إجازة العيد، فخصصنا حلقة اليوم للحديث عن العيد وبعض الإجراءات الاحترازية فيها. وقبل ما نبدأ في حلقتنا ناخذ خبر اليوم، اللي هو يتكلم عن شركة نمساوية تكشف عن حذاء بديل لعصا المكفوفين. كشفت شركة تيك إنوفيشن النمساوية مؤخرا عن أحذية ذكية تستخدم أجهزة الاستشعار بالموجات الفوق صوتية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من العمى وضعف البصر. وأفاد موقع أوديتي سنترال بأن هذا الحذاء يساعد على اكتشاف العوائق التي تصل إلى 4 أمتار. يعرف الحذاء الذكي باسم إنوميك، ويهدف إلى أن يصبح بديل حديث لعصا المشي التي مضى عليها عقود، والتي يعتمد عليها ملايين الأشخاص حول العالم للتجول بأمان قدر الإمكان وفقا للموقع. ويعتمد الطراز المتاح حاليا على أجهزة استشعار لاكتشاف العوائق وتحذير مرتديها من خلال الاهتزاز والتنبيه الصوتي على الهاتف الذكي المتصل بالبلوتوث. كذلك تعمل الشركة على إصدار حذاء أكثر تقدما يتضمن الكاميرات والذكاء الاصطناعي، ليس فقط لاكتشاف العقبات ولكن أيضا بحسب أوديتي سنترال، أن تيك إنوفيشن عقدت شراكة مع جامعة غراز النمساوية للتكنولوجيا لتطوير أحدث الخوارزميات التعلم العميق على غرار الشبكات العصبية التي يمكنها تحليل المعلومات التي توفرها أجهزة الاستشعار والكاميرات لتحديد ما إذا كانت المنطقة خالية من العوائق، والسير فيها جدا آمن. طبعا احنا متعودين ان دائما في اشياء جديدة وتكنولوجيا جديدة، ففكرة الحذاء البديل لعصا المكفوفين هذه فكرة يعني اتوقع راح تساعد الكثيرين في العيش بحياة اكثر سهولة. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي تعودنا أنها تعطينا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسمة. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟
اليوم من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة خلال الفترة 24 ساعة الماضية هي أكثر سؤال كان يسألون هي عن أوقات العمل خلال آخر كم يوم في رمضان، هل مراكز التطعيم راح تداوم في 29 رمضان، لأن 29 هي إجازة غالبا، وشو الدوامات بعد العيد. فكان عندنا نشرة خاصة بهذا الموضوع، مراكز التطعيم الخاصة بكوفيد بتداوم تاريخ 29، الله يعطيهم العافية بيداومون في يوم إجازة. تقريبا مركز وان سنترال برشا، غسيل الكلى، مركز بيع عيال الطبيعي، مركز أب تاون، مركز القرهود، المراكز الرعاية الصحية الأولية، كلهم وقت الإجازة بيكون بس من 12 إلى 14 ماي. بعد العيد أوقات العمل أيضا موجودة، وخلال هاي الفترة في بعض المراكز مددوا أوقات العمل، يعني كانت أوقات تخلص لين الساعة مثلاً 12 قام تخلص الساعة 1، اللي كان مثلاً خلص الساعة 4 قام خلص الساعة 5. فأرودي في أيضاً تمديد، وهذا كله لتوفير وضمان توفير تطعيم على حسب الطلب الكبير اللي موجود، والحمد لله أن في عدد كبير من الناس متجهين للتطعيم، وإن شاء الله كلنا مع بعض راح نتعافى من هذه الجائحة وراح نتخلص منها إن شاء الله في القريب العاجل. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت توصلنا بعض الاستفسارات اللي كانت تأتينا بخصوص السؤال اللي يقول هل ممكن أن أنا أخلط أكثر من نوع فاكسين، أن إذا أخذت الجرعة الأولى من تطعيم من نوع معين هل أقدر أخذ الجرعة الثانية من تطعيم نوع ثاني، أو إذا أنا خلصت الجرعتين ومر عليها فترة قريبة هل أقدر أخذ نوع ثاني من التطعيم؟ الجواب هو لا ينصح بأخذ أكثر من نوع من اللقاح ضد أي مرض، وهذا نفس الشيء أيضا لكوفيد 19. وحتى الآن ما في أي دليل علمي يحدد المدة الفاصلة والآمنة لأخذ نوع آخر من اللقاح. فأكيد إذا في أي أبديت طبي أو علمي راح نحطه بشكل مستمر، وهذا يعني من الأشياء اللي تميز قنوات التواصل الاجتماعي اللي عندنا إن نحن دائما نحط المعلومات أبديتد. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها عن مجموعة الأسئلة اللي كانت وصلنا، من ضمنها إذا كان الشخص يتناول الكثير من الأدوية الخاصة بالجهاز التنفسي، أيضا لا يوجد ما يمنع الأشخاص من أنهم يأخذون التطعيم، ولكن نحن دائما ننصحهم أن يراجعون طبيبهم المعالج خصوصا الأمراض الكريتيكال مثل أو المتخصص على فيها تخصصية، يرجعون طبيبهم يأخذون استشارة طبية إذا هم يقدرون يأخذون. بعض الأشخاص يأخذون أدوية ممكن يحتاجون يأجلون تطعيم أسبوع أو أسبوعين، هذا كله يحدده طبيبهم المعالج حسب المرض الموجود اللي عندهم وحسب الأدوية اللي يأخذونها. العيد قرب إن شاء الله، وبعد كم يوم نحن سنة من جميع التزام الإجراءات الوقائية، ونحن راح نحط النصائح اللي نتمنى الناس تطبقها في قنوات التواصل الاجتماعي، راح نكون موجودين معاهم دائما نجاوب على استفساراتهم. والأهم من أهم كل إنها كلها إن نحن نلتزم، لأن زيادة الحالات نقصان الحالات كلها بيدنا نحن كمجتمع. نتمنى لهم عيد سعيد وكل عام وانتم بخير ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. ذكرت أيضا بعض الأسئلة اللي كانت تردنا من المستفيدين بخصوص اللقاح، هل أنا أقدر أغير النوع، هل أنا أقدر أحصل على جرعتين مختلفين لنوع ثاني. لمعرفة الإجابة على هذا السؤال ادخلوا لموقع التواصل الاجتماعي التابع لهيئة الصحة مستمعين عشان تعرفون الرد على هذه الاستفسارات. وأيضا إذا أنتم كنتوا حابين تعرفون أوقات العمل في مراكز تطعيم كوفيد قبل وبعد العيد، أيضا في بوست تفصيلي يتحدث عن أوقات عمل هذه المراكز. مستمعين الأعزاء بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن الإجراءات الاحترازية اللي احنا لازم نحط في بالنا ان نتبعها أثناء إجازة العيد. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء تقدرون تتواصلون معنا على الأرقام التالية 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا مستمعينا في هاي الحلقة احنا نودع شهر رمضان الكريم ونستعد بإذن الله لاستقبال عيد الفطر، فعشان احنا نستقبل هذا العيد بكل صحة وسلامة وعشان احنا بعد نكمل رحلتنا في التعافي من جائحة كوفيد-19 يجب علينا ان احنا نتبع بعض الإجراءات الاحترازية في فترة العيد، وجدا مهم ان انا لخص لكم المحاور الرئيسية اللي ممكن احنا نحتاج نعرف عنها بعض المعلومات اثناء اجازة عيد الفطر. راح نتحدث عن التجمعات العائلية بشكل عام، راح نتحدث عن صالونات التجميل الرجالية والنسائية، نتحدث عن صلاة العيد، نتحدث عن العيديات، واخيرا سوف نتحدث عن الخروج بشكل عام للأماكن المتواجدة في الإمارة. بداية لازم نتحدث عن التجمعات العائلية. مستمعينا، آخر تحديث وردنا من الجهات المعنية أن التجمعات العائلية ينصح بأنها تكون فقط مخصصة للأفراد من العائلة الواحدة وبالأخص اللي ساكنين في المنزل الواحد. يعني احنا نحاول نقتصر تجمعاتنا وزيارتنا العائلية على أفرادنا من العائلة الواحدة واللي أيضا ساكنين معنا في نفس المنزل، وجدا جدا مهم إن إحنا نزيد في احتياطاتنا وإجراءاتنا الاحترازية إذا كان معنا شخص كبير في العمر أو كان معنا شخص يعاني من أمراض مزمنة. ايضا مستمعين الاعزاء احنا نفضل انكم انتم تقدمون التهاني والتبريكات لاقاربكم واصدقائكم من الدرجات الثانية والثالثة عن طريق قنوات التواصل الالكترونية، وجدا مهم ان احنا ما ننسى ان نتبع اجراءاتنا الاحترازية اللي كلنا صرنا نعرفها بهذا الوقت من ارتدائنا للكمامات بالطريقة الصحيحة طوال فترة تواجدنا في هذه التجمعات، وأيضا لازم نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين طوال وجودنا في المكان. وايد مهم ان احنا نحافظ على نظافة ايدينا ايضا، سواء نغسلها بالماء الصابون او نستعمل الجل المعقم. وطبعا لازم احنا نتذكر ان احنا بما ان هذه السنة استثنائية والحمد لله الاجراءات مخففة اكثر من اللي كانت في العام الماضي، لكن ما زال علينا ان احنا نتبع بعض الاجراءات الاحترازية، من ضمنها مستمعين الاعزاء ان احنا ما نقوم بتبادل الهدايا والاطعمة بيننا وبين جيراننا. جدا مهم ان احنا نبارك لهم عن بعد. هاي السنة نمتنع عن إرسال المأكولات مثل ما احنا سوينا في رمضان، نكمل المشوار في عيد الفطر ونحاول ان احنا ما نقوم بتوزيع المأكولات فيما بيننا وبين جيراننا. وايضا ننتقل لنقطتنا الثانية اللي هي العيديات. احنا نفضل طبعا احنا نعرف ان العيد لا يكتمل الا بفرحة الأحباء والأصدقاء وبالأخص الأطفال، هم ينتظرون هذه المناسبة للحصول على العيديات. فإحنا يعني نقول إن قوموا باستبدال صرف المبالغ المادية الكاش، استبدلوها ببدائل إلكترونية إن قدرتوا. إحنا نفضل أنكم وزعوا عيدياتكم على أطفالكم باستعمال البدائل الإلكترونية اللي صارت الحين
جدا سهلة وجدا سهل أنك أنت تقوم باستعمال هذه البدائل الإلكترونية. وإذا أنت كنت حاب توزع الهدايا، تأكد أن الهدايا اللي بتوزعها على الأطفال تأكد أنها معقمة بطريقة صحيحة قبل ما تقوم بتوزيعها على الأطفال. وبالنسبة للتجمعات العائلية جدا مهم أيضا مستمعين الأعزاء أن إحنا ما ننسى أن نثقف عمالتنا المساعدة في الوضع الراهن دائما وأبدا، لأنهم جزء لا يتجزأ من كينونة المنزل اللي إحنا ساكنين فيه، فهم أيضا لازم يعرفون الإجراءات الاحترازية اللي لازم الشخص يتبعها عشان يحمي نفسه من جائحة كوفيد-19. نثقفهم ونوعيهم بالوضع الراهن، وأيضا نتأكد أنهم أيضا يقومون باتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قبل العمالة المساعدة. بعد إذا كنا في فترة العيد حابين نستعين بعمالة مساعدة خارجية، أيضا لازم نتأكد أنهم أولا ما يعانون من أي أعراض مرضية، نتأكد أنهم أيضا حاصلين على اللقاح. إذا كانوا حاصلين على اللقاح هذا شيء أيضا محبب إلينا أن احنا نفضل أن اللي يقدمون لنا المساعدة يكونون أيضا حاصلين على اللقاح. وأيضا نتأكد أنهم يقومون باتباع كافة الإجراءات الاحترازية وهم على وعي تام بهذه الإجراءات، ونتأكد أنهم هم يقومون بارتداء كماماتهم طوال فترة تواجدهم معنا. وأيضا مهم أن احنا نحرص أن نذكرهم بضرورة تعقيم المنطقة المتواجدين فيها وتعقيم المنزل بشكل مستمر. أيضا لما إحنا نقوم في هذه التجمعات العائلية، لما نقوم بالسلام على الآخرين، نتذكر أن هذه السنة أيضا استثنائية مستمعينا، فإحنا نقوم باستبدال السلام المباشر والاحتضان والتقبيل، نستعيض عنها بالسلام عن بعد زيادة في احتياطاتنا وإجراءاتنا الاحترازية، وبالأخص إذا كان موجود معانا شخص كبير في العمر أو شخص يعاني من الأمراض المزمنة، لأن احنا نعرف ان المرض اذا لا سمح الله ياهم سوف يكون شديد الوطأة عليهم، لذلك يجب هم ان يقومون بتكثيف اجراءاتهم الاحترازية في هذه الزيارات العائلية. وطبعا اذا احنا كنا نعاني من اي اعراض مرضية كنا نعاني من الحمى، جدا مهم ان احنا لا نقوم بالذهاب لهذه التجمعات العائلية، نعتذر عن الذهاب لهذه الأماكن عشان احنا ايضا مسؤولين عن صحة وسلامة الآخرين. وايضا نتأكد ان تجمعاتنا العائلية لا تتجاوز العدد المسموح فيه من قبل الجهات المعنية. وايضا اذا احنا كنا حابين اشخاص كبار في السن حابين نزورهم في هذه الفترة، انا افضل دائما انصحكم ان تقومون بعمل جدول زمني لزيارة هذا الشخص. إذا يعني في بداية إحنا نقول نفضل أنكم ما تقومون بزيارة الأشخاص وتستبدلون المعايدة عليه، المعايدة المباشرة تستبدلونها بمعايدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الجديدة اللي إحنا كلنا صرنا متعودين عليها. لكن إذا كنا حابين أن نذهب له مباشرة، أولا نتأكد أن إحنا ما نعاني من أي أعراض، أثناء وصولنا لازم إحنا نحافظ على مسافة كافية بيننا بينا، نتجنب السلام المباشر عليه ونكتفي بالسلام عن بعد، ونقتصر فترة الزيارة لفترة جدا قصيرة حفاظا منا على صحته وسلامته. مستمعينا الأعزاء، تحدثنا عن نقطتين رئيسيتين، إن شاء الله بنتكلم عن باقي النقاط بعد ما ناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم. تحدثنا إحنا عن التجمعات العائلية والعيديات، أيضا راح نكمل حديثنا عن طبعا العيد لا يكتمل إلا بصلاة العيد، فأكيد هناك بعض النصايح اللي إحنا حابين نعطيها لكم لازم تتبعونها أثناء أدائكم لهذه الصلاة. وطبعا يعني العيد
حالات العيد إن الواحد يقوم بالتجهز له عن طريق الذهاب للصالونات النسائية والرجالية. فأيضا لدينا بعض النصائح لهذه الأماكن، وبعد عندنا نصائح بشكل عام أثناء الذهاب للأماكن العامة. فمستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم نستكمل حديثنا عن العيد. صحة وسعادة، رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. قبل الفاصل كنا نتحدث عن الإجراءات الاحترازية في أثناء فترة عيد الفطر، وقبل ما نستكمل حديثنا لازم ما ننسى أن أيضا في نصائح جدا جوهرية من ناحية أنماط الحياة، الأنماط الغذائية المعتادة. طبعا احنا نواصل حديثنا عن العودة لأنماط الغذائية المعتادة اللي كنا نتبعها قبل شهر رمضان، وعشان احنا نتفادى المشكلات الصحية المحتملة وخاصة اللي يتعرض لها الجهاز الهضمي من جراء عدم التدرج في تناول الأطعمة والمشروبات المعتادة، وأيضا عدم التدرج في العودة للوجبات الرئيسية. نستكمل هذا الحديث مع الأستاذة ميثاني، أخصائي أول في التغذية السريرية. صباح الخير أستاذة بي. صباح النور أستاذة مي، لو تحدثينا عن المشاكل الصحية المتوقع إحنا نواجهها بعد شهر رمضان مباشرة. هي إن شاء الله اليوم بتكلم عن بعض النصائح الغذائية اللي ممكن نتبعها لاستقبال العيد. طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة أن خلال فترة الصيام الجسم يكون متعود على نظام غذائي معين غير عن النظام المعتاد خلال أيام السنة. صحيح. وعشان نرجع لهالنظام الطبيعي لازم نرجع له بالتدريج عشان نتجنب المشاكل اللي ممكن تصير في الجهاز الهضمي، واللي بالعادة تستوي في أول يوم العيد، لأن الشخص ينتقل من نظام الصيام إلى هذا النظام الطبيعي أو المعتادين عليه بشكل سريع، فممكن تصير له مشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن يعاني من عسر هضم، حموضة، ممكن يسبب له هالانتقال يسبب له انتفاخ، غازات، وممكن في بعض الأحيان يسبب له الإسهال. وعشان نقلل من هاي المشاكل في نصائح بسيطة ممكن نتبعها للتقليل منها. أول شيء وفي يعني في صباح العيد واتباعا للسنة نحاول نبدأ اليوم بثلاث حبات تمر، وهذا يساعدنا على تهيئة المعدة أنها بتبدأ تستقبل الأكل في هاي الفترة. أو ممكن ناخذ مع التمر كوب الماء، وبعدها مثلا يصيرون صلاة العيد ويبدون تجهيزات العيد. جميل جدا. بعدين نبدأ ناخذ أول وجبة في اليوم. وعادة احنا في أول يوم العيد ننصح أن تكون الوجبات وجبات صغيرة. ممكن ناخذ الوجبات كل 3 إلى 4 ساعات، ونحاول نتجنب الوجبات الكبيرة اللي ممكن تحتوي على نسبة عالية من الدهون والنشويات. فمثلاً عادة احنا عندنا في صباح العيد ممكن تكون هناك أصناف أكلات ثقيلة على الريوق، ممكن يكون عندنا هريس، ريد، في حد ممكن يسوي عيش ولحم، فنحاول نخلي مثل هالوجبات على الغداء أو العشاء ونستبدلها بوجبات خفيفة الصبح. أنا بالنسبة لي القهوة والبلاليط أستاذة مي، ما أدري يعني البلاليط شوية أخف، بس لا اشتكنا في حد وفي حد عيش ولحم في ما شاء الله عليهم. فأنتي تنصحين هاي الأشياء يقومون بتأجيلها هي لأن إحنا للعشاء. يعني ممكن تكون غداء عشاء، لأن إحنا في هالفترة تكون يكون يعني أحيانا في هالأيام وقت الفطور، فجسمنا متعود شوية على هالوجبات الثقيلة. لكن الصبح تكون المعدة في فترة راحة، فإن إحنا إذا خذنا هالوجبة الثقيلة بتعب المعدة، ومثل ما ذكرت ممكن تسبب هالمشاكل في المعدة. صحيح. طيب يعني أنت قلتي إنه وايد ضروري إن إحنا نتدرج في عملية الانفتاح الانتقال، فهل هناك أيضا أغذية محددة أو مشروبات ممكن إحنا نتفاداها عشان ما تصير لنا مشكلات الهضم اللي أنت ذكرتيها؟
ممكن بالنسبة لحلويات العيد، لأن ما شاء الله يعني كل أنواع الحلويات تكون موجودة، فإحنا نحاول نقلل كميتها، أو ممكن إحنا نستبدلها بأشياء صحية، ممكن نستبدلها مثلا بالفواكه المجففة، تمر، مكسرات. وإذا بغينا ناكلها ممكن ناخذها على فترات متباعدة، يعني ما ناخذها كلها مرة واحدة، مو من كل الأصناف وأبدأ أخذها مرة واحدة، لا، نخلي بينهم فترات متباعدة. بالنسبة للعصائر، نحاول إن إحنا نتجنب العصائر اللي فيها سكريات عالية، ممكن نستبدلها بالعصائر الطبيعية، أو ممكن نعوضها أو نكتفي بس بالماء. طبعا نقطة أو يعني شيء وايد مهم، إن إحنا خلال فترة أيام العيد كل هالأصناف تكون موجودة قدامنا، يعني ما نسير لها، تكون موجودة على الطاولة. ممكن يعني موجودة كل أنواع الحلويات، ممكن نحصل فطاير، مكسرات، فوالة العيد موجودة، يعني أن وصولها يكون جدا سهل. فإحنا لازم اختيارات تكون اختيارات شوية فيها وعي، يعني أنا ممكن أكل من كل الأشياء اللي موجودة على الطاولة، لكن أكلها بكميات معتدلة. أو ممكن أنا مثلا إذا أحب صنف معين أخذ منه شوية زيادة وأستغنى عن باقي الأصناف. وطبعا في وايد ناس خلال شهر رمضان حطوا هدف انهم ينزلون من يعني ينزلون من اوزانهم، صحيح. وايد ناس يعني ما شاء الله وصلوا لهالهدف، فعشان نحافظ على النتيجه او يحافظون على النتيجه اللي وصلوا لها، يحاولون يتبعون نفس الخطوات. اول شيء عشان يتجنبون هالمشاكل اللي ممكن تصير، وايضا يتجنبون الرجوع في زياده الوزن. وهل في نصايح عامة أيضا توجهينها بشكل عام؟ شو الأكلات اللي لازم ناكلها ونشربها خلال أيام العيد؟ ما في أشياء معينة، يعني مثل ما ذكرت هو هالأشياء اللي تكون متوفرة، لكن إحنا نحاول إن ناخذها بكميات معتدلة وما نزيد منها. جميل جدا أستاذة مي، في نصايح أخيرة حابة توجهينها لمستمعينا الأعزاء في التهيؤ لمرحلة مهمة هي فترة العيد؟ مثل ما ذكرت قبل، أن احنا نحاول أن يكون يعني مثل ما كنا احنا نتبع النظام الغذائي في رمضان، نحاول أن احنا نكمل عليه ونتحكم شوية في كميات الأكل اللي ناخذها، لأن احنا عادة في الأيام العادية يكون عندنا يعني استهلاك كبير في كميات الأكل، فمثل ما قدرنا احنا نقللها في فترة رمضان، نحاول نكمل عليه في باقي الأيام. ونتمنى لهم إن شاء الله عيد سعيد، وكل عام وهم بخير. كل عام وانت بخير. أيضا أستاذة مي ثاني، أخصائي أول في التغذية السريرية، شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كانت معنا الأستاذة مي وحدثتنا عن مرحلة مهمة هي فترة العيد. الكل أعزائي المستمعين أجمع أنه فترة جدا مهمة أن إحنا نحافظ فيها على أنفسنا من الناحية الغذائية. الأستاذة مي قالت جدا مهم أن إحنا نقوم بتهيئة المعدة للسيستم الجديد اللي إحنا راح ندخله، لأن مثل ما تعرفون إحنا كنا متعودين على نظام صيام يتجاوز 14 ساعة لمدة 30 يوم، فطبيعي أن المعدة تحتاج فترة عشان تتهيأ للرجوع للوضع الطبيعي. فهي عطتنا بعض النصايح اختصارا لنصايحها، نوهت أن لازم الطعام في بداية اليوم يكون جدا خفيف، إذا كنا حابين مأكولات ثقيلة نأخرها لما بعد الصباح للغداء والعشاء. وأيضا قالت الكميات لازم تكون قليلة، والفترات أيضا لازم تكون متباعدة فيما بين الوجبات. هذه كانت النصايح التغذوية اللي لازم نحط في بالنا نتبعها عشان نستقبل العيد بكل صحة وسعادة. نرجع للموضوع الجوهري لحلقتنا اليوم عن الإجراءات الاحترازية أثناء فترة العيد. تحدثنا عن التجمعات العائلية وتحدثنا عن العيديات، نستكمل حديثنا عن باقي المحاور الرئيسية اللي أنا قلت لكم في بداية الحلقة لازم
لازم نغطيها اليوم، صلاة العيد. طبعا إن شاء الله، إن شاء الله هذه السنة أيضا يكون عندنا فرصة أن احنا نأدي صلاة العيد، لأن العيد لا يكتمل إلا بهذه الصلاة. فجدا مهم أن احنا أعزائي المستمعين أن لما نروح للصلاة لازم نروح وإحنا في كامل صحتنا وعافيتنا. يعني إذا كنا نعاني من أي أعراض مرضية، أنا أفضل أن احنا ما نروح ونأدي هذه الصلاة، حفاظا منا على صحة وسلامة الآخرين. وبعد مهم أن احنا ننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أنهم ما يذهبون لأداء صلاة العيد، أيضا لصحتهم وسلامتهم، لأن الحين كلنا صرنا نعرف أن هذه الفئات تعتبر من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كوفيد-19. لذلك احنا ننصحهم أنهم ما يذهبون لأداء صلاة العيد. مهم أن احنا أثناء تواجدنا في المصلى، أثناء قبل الصلاة، أثناء الصلاة، بعد الصلاة، ما ننسى إجراءاتنا الاحترازية الجوهرية. المثلث الذهبي هذا دائما نحطه في بالنا وين ما كنا، اللي هو نرتدي كماماتنا طوال فترة وجودنا في المصلى، حتى أثناء أدائنا للصلاة نحافظ على ارتدائنا لهذا الكمام، نحافظ على أيضا مسافة كافية بينه وبين المصلين الآخرين، إلى جانب نعقم إيدينا طوال فترة تواجدنا في المصلى. إلى جانب هذا المثلث الذهبي، وايد مهم ان احنا نعرف ان اثناء صلاة العيد وقبل وبعد الصلاة احنا نحب ان احنا نعايد على احبائنا واصدقائنا وجيراننا. فاحنا نقول المعايدة هذه السنة بتكون مختلفة، المعايدة بتكون استثنائية، فاحنا بدل ما نقوم بالسلام المباشر عليهم نكتفي بالسلام عن بعد، ونحافظ على مسافة كافية بيننا وبينهم، ونتجنب التجمعات الكبيرة هذه قبل الصلاة وعقب الصلاة، نأدي صلاتنا ونرجع لبيوتنا. وفي أيضا نقطة أخيرة، إحنا نقطتين أيضا، في نقطة جدا مهمة، إن إحنا أغراضنا الشخصية لازم ناخذها معانا. أنا شو أقصد بالأغراض الشخصية؟ أقصد سجادة الصلاة، أقصد مصحفك، القرآن، إذا أنت حاب تقرأ القرآن أثناء وجودك في المصلى. هذه الأمور مثل كمية كافية من معقم اليدين، كمام احتياطي إذا لا سمح الله اللي أنت لابسنا اضطريت أنك تبدله. فإحنا ناخذ معانا أغراضنا الشخصية معانا وما نقوم بمشاركتها مع الآخرين، هذه الأغراض الشخصية خاصة لنا وما نشاركها مع الآخرين. آخر نقطة نحب نذكركم فيها أثناء صلاة العيد، الصدقات، الهدايا اللي احنا نقوم بتوزيعها على المتواجدين في المكان. احنا نفضل هذه السنة ان احنا اللي حابين نقوم بتوزيعه او التصدق به نقوم بإعطائه لجهات المعنية. هذه الجهات بتعرف بالضبط وين تودي صدقاتنا، وين الأماكن اللي بالفعل او الأشخاص اللي بالفعل محتاجين لهذه الصدقات، احنا نقوم بإعطائهم هذه الصدقات للجهات المعنية المعتمدة من قبل الدولة، وهم يعرفون يتصرفون في آلية وكيفية توزيع هذه الصدقات. هذه كانت النصائح لصلاة العيد. ننتقل لنقطة مهمة، النقطة الجمالية، صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية. طبعا العيد لازم يكون في فترة تجهيز العيد وزحمة الصالونات والانتظار الطويل في الصالونات، لكن هاي السنة احنا لازم نكون جدا حذرين أثناء يعني استمتاعنا بهذه اللحظات. وايد وايد مهم ان احنا اذا كنا نعاني من اعراض ما نذهب لهذه الأماكن، يعني نحاول ان احنا ما نروح ونعرض الآخرين لخطر الإصابة بأي مرض معدي. جدا مهم ان نتأكد ان المكان اللي احنا ذاهبين اليه يقوم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية. انا شو اقصد بالإجراءات الاحترازية؟ لازم ان اتأكد ان هذا المكان يقوم بتعقيم الأماكن بشكل دوري، محافظ على التعقيم الدوري لمكانه. وايد مهم أيضا أنه يحافظ على
العدد المسموح في المكان. يعني إذا العدد المسموح في المكان يقول 6 أشخاص 10 أشخاص، نتأكد أن هذا الشخص يقوم بالاتباع لهذه القوانين الصادرة من ناحية العدد والطاقة الاستيعابية للمكان، تفاديا للمكان الجدا المزدحم. نفضل بعد أن المكان يكون جيد التهوية. مستمعينا الأعزاء، هذا من جانب مقدم الخدمة. أيضا إحنا يقع على عاتق المسؤولية من أن احنا نحافظ على كافة إجراءاتنا الاحترازية أثناء وجودنا في هذه الأماكن. الكمام، احنا نعرف يمكن في بعض الأوقات صعب أن احنا نرتدي كماماتنا أثناء ذهابنا لهذه الصالونات، لكن اللي أقوله نحاول نرتدي كماماتنا قدر المستطاع، وأيضا عشان نعوض نقطة الكمامات نعوضها بحفاظنا على مسافة كافية بيننا وبين المتعاملين الآخرين الموجودين في الصالون. وبعد احنا اذا شفنا اصدقائنا في المكان نحاول ان احنا نتجنب السلام المباشر عليهم ونكتفي بالسلام عن بعد، وايضا نحافظ على نظافة ايدينا طوال فترة تواجدنا في المكان. هذه إذا إحنا رحنا للصالونات. لكن في أيضا قبل ما أنسى مستمعينا، في نقطة جدا جوهرية مش فقط أثناء كوفيد ولكن دائما وأبدا، إحنا ننصحكم عشان صحتكم وسلامتكم أن تكون لكم أعراضكم الشخصية من عدة العناية في الشعر، عدة العناية في الأظافر، أيضا عدة الحلاقة للرجال. إحنا ننصحكم مستمعينا أن تكون لكم عدتكم الخاصة وما تتشاركون فيها مع الآخرين، حفاظا منا على صحتكم وسلامتكم. وهذه النصيحة مش فقط عشان كوفيد 19 ولكن حتى ما بعد الجائحة، احنا ننصحكم ان دائما تكون لكم أغراضكم الشخصية أثناء وتستعملونها أثناء تواجدكم في هذه الصالونات. وطبعا إذا إحنا حابين أن نقوم بإحضار الخدمة المنزلية، فمهم جدا أن إحنا نخصص لهم غرفة خاصة، ونسأل مقدم الخدمة عن عدد الأشخاص اللي بيحضرون. إحنا نحاول أنهم ما يتجاوز عدد الشخصين من المقدمي الخدمة، ونتأكد أنهم يقومون باتباع إجراءاتهم الاحترازية وما يعانون من أي أعراض مرضية، ويا حبذا يكونون حاصلين أيضا على اللقاح. احنا لما نروح ونحصل على هذه الخدمة المنزلية نتأكد ان احنا نقوم بعمل جدول زمني فيما بيننا عشان المكان ما يكون وايد مزدحم. نسوي جدول كل وحدة فينا تنزل في وقت معين لحصولها على هذه الخدمة، وبعد نحافظ على اجراءاتنا اللي الحين خلاص الكل صار يعرفها: المسافة الآمنة، الكمامات، نظافة اليدين. وبعد ما يقوم مقدم الخدمة بمغادرة هذا المكان، نحرص على التعقيم الكامل للغرفة والتعقيم الكامل لكل الأدوات اللي قمنا باستعمالها أثناء حصولنا على هذه الخدمة المنزلية. وبهذه نوصل لآخر محور رئيسي يجب أن احنا ننتبه له أثناء فترة إجازة العيد، اللي هي الخروج بشكل عام. طبعا احنا كلنا صرنا نعرف الإجراءات الرئيسية اللي لازم الواحد يقوم باتباعها أثناء ذهابه لأي مكان عام. من النقاط الجوهرية اللي أنا دائما أحب أعيدها وأزيدها عليكم، أعرف أنه يمكن بعض الأشخاص ملوا من كثر ما أنا أعيد هذه النقاط، لكن هذه هي النقاط الرئيسية اللي احنا اذا قمنا باتباعها نحمي نفسنا من العدوى ونحمي نفسنا من هذه الجائحة، ونساعد مجتمعنا انه يتجاوز هذه الجائحة ونكمل رحلة التعافي ونوصل لمرحلة ما بعد الجائحة بإذن الله. لذلك بالتزامنا بهذه الإجراءات احنا يعني نساهم في حفاظنا على صحة وسلامة مجتمعنا، لان مثل ما انا دائما اقول الكل مسؤول عن الكل. انا مش فقط مسؤول عن نفسي، أنا مسؤول عن أحبائي، وأيضا مسؤول عن جميع أفراد المجتمع. فلذلك وايد مهم أن إحنا إذا كنا نعاني من أعراض مرضية ما نذهب للأماكن العامة هذه. إذا إحنا كنا يعني الكمامات، نظافة اليدين، والمسافة الكافية بيننا وبين الآخرين، هذه لازم إحنا نتبعها. إذا المكان اللي إحنا رايحين له جدا مزدحم، أنا أقول نغير خطتنا ونذهب لمكان
أقل ازدحاما، ويفضل هذا المكان يكون جيد التهوية ويتبع الإجراءات الاحترازية وما يتجاوز العدد المسموح له من ناحية الطاقة الاستيعابية. هذا بشكل عام أعزائي المستمعين النصائح اللي احنا لازم نحط في بالنا نتبعها. احنا نبيكم تستمتعون بعيد الفطر، احنا نبيكم انكم انتم تقومون بالاستمتاع بكل لحظة فيها، لكن في نفس الوقت احنا نقول لكم الجائحة ما زالت مستمرة، يجب علينا ان احنا نقوم بالالتزام بهذه التدابير الاحترازية عشان نكمل رحلة التعافي. هذه كانت حلقتنا لليوم اللي كانت مخصصة للعيد، وتحدثنا بشكل عميق ومفصل عن كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجازة العيد. أتمنى أن قدرت أفيدكم ولو بالقليل، أتمنى أن قدرت تستفيدون من المعلومات اللي قدمناها لكم. كل الشكر لحسن استماعكم ومتابعتكم لنا، كل الشكر أيضا لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي. أشكر الأستاذ إسراء الهاشم لتنسيقها ومتابعتها، وطبعا ما أنسى مخرجنا المبدع دائما وأبدا الأستاذ أيمن. كل الشكر لك لكل الإبداع اللي تقدمه لنا. كل عام وأنتم بخير مستمعين الأعزاء، وعساها تكون سنة خير وبركة علينا، ورمضان مبارك، ومبارك عليكم صيام هذا الشهر الفضيل. أتمنى أن قدرت مستمعينا نفيدكم في هذه الحلقة. أتمنى أن كل دعواتنا وعبادتنا تكون مستجابة، والله يحقق لنا كل أمانين اللي طلبناها وأكثر. وبعد أرجع وأقول كل عام وأنتم بخير ودمتم بصحة وسعادة. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.